يبقى انا كده اتكلمت عن الجبل ارتفاعه اعلى من 1000، التل يشبه الجبل اقل من 1000 متر، طبعا الهضبه 500 متر فاعلى، منحدره الجوانب، السهول اقل من 500 متر، مفيش كلمه انحدار الجوانب دي. طبعا السهول عندي نوعين من السهول، السهول يا اما فيضيه اما سهول ايه يا ولاد، ساحليه. الساحليه دي اللي هي البحار والمحيطات. طيب والفيضيه اللي هي على الانهار زي نهر دجله والفرات، برضه نهر النيل. السهول الساحليه البحار، محيطات بحر احمر، بحر متوسط، المحيطات، وهكذا. طيب الاوديه، اشهر الاوديه طبعا عم اجي اتكلم عنها زي وادي النيل. طب اديني تعريف بقى للوادي. وادي النيل هقول الارض منخفضه وتحف بها مرتفعات، جوانبها حوالين مرتفعات، زي ايه؟ زي وادي النيل ايه في مصر، تمام كده. طيب هنا في الكتاب مديك شكل للايه، لاشكال التضاريس اللي موجوده عندي اللي احنا ايه لسه شارحينها، تمام. هاجي بقى بعد كده، احنا كده قلنا اشكال سطح الارض، بعدين قلنا هنتكلم بقى عن عوامل تشكيلها. انا عندي حاجتين، في عوامل سريعه وعوامل ايه بطيئه، تمام. وفي نفس الوقت بقول عليها عوامل داخليه وعوامل خارجيه، تمام. قال لك اول حاجه العوامل الباطنيه او الداخليه دي يا اولاد هي حركات سريعه وبطيئه. يبقى اول حاجه العوامل الباطنيه او الداخليه اللي هي بطن الارض سريعه وبطيئه. السريعه زلازل وبراكين، تمام. طيب والبطيئه قال لك عباره عن انكسارات والتواءات. كل ده في العوامل الباطنيه. تاني العوامل الباطنيه عندي سريعه وبطيئه، السريعه زلازل وبراكين. طب والبطيئه انكسارات والتواءات. طب يعني ايه زلزال؟ هزه سريعه في سطح القشره الارضيه، او بقول عليها هزات، بلاش كلمه هزه، هزات سريعه في سطح القشره الارضيه، تمام. طيب الهزات السريعه دي اما مدمره، اما مدمره او بقول عليها ضعيفه او بقول عليها غير محسوسه، دي درجات الزلازل، حلو كده. طيب ساعدت في تشكيل سطح الارض ازاي؟ هقول ان في اجزاء انخفضت، الاجزاء انخفضت دي غمرتها الميه، وفي اجزاء ارتفعت انحصرت عنها ايه المياه. ومن هنا رجعت تاني لاول تعريف لسه بتكلم عنه اللي هو اليابس، اللي هو الاجزاء المنخفضه والاجزاء المرتفعه، يبقى ده الزلازل. طيب ايه تعريف البراكين؟ المهم التعريفات دي حفظ جدا. ايه تعريف البراكين يا شباب؟ البراكين دي فتحه في القشره الارضيه، طبعا هي اضعف جزء في القشره الارضيه، بتندفع منه ايه؟ هقول لك بتندفع منه المواد المنصهره والابخره والغازات، تمام، والرماد، كل ده بيخرج من اضعف جزء في القشره الارضيه. طيب ساعد على تكوين ايه؟ ساعد على تكوين جبال. طب اديني كده مثال للجبال، هقول لك جبل كينيا ده في افريقيا. طب ساعد على تكوين ايه تاني؟ تلال. طب اديني كده تلال ابو زعبل دي موجوده في مصر. طيب ايه تاني غير كده؟ قال لك هضاب بركانيه. طب اديني برده كده مثال لسه قايلاها، هضبه اثيوبيا، هضبه اليمن، بس دي هضاب ايه؟ بركانيه. يعني اهو يبقى كده العوامل الايه الباطنيه ساعدت تشكيل سطح الكره الارضيه. عندي جزر زي جزر هاواي، يعني ايه جزيره؟ مساحه من اليابس يحط بها الماء من جميع الجهات. طيب هاجي بقى عند الحركات البطيئه اللي هي الانكسارات والالتواءات، تمام. كونت لي ايه الانكسارات والالتواءات او ايه نتيجتها؟ قال لك القارات خلاص والسلاسل الجبليه العملاقه، تمام. يبقى دي الايه الحركات الايه البطيئه، خلاص. هاجي عند اخر بقى جزئيه يا شباب اللي هي العوامل الخارجيه، كلها كل العوامل الخارجيه تعريه. يبقى العوامل الخارجيه اللي ساعدت في تشكيل سطح الكره الارضيه كلها تعريه. تعريه اما ايه بقى؟ ثلاثه، مائيه، هوائيه، جليديه. التعريف واحد، بص يا شباب، نحت، نقل، ارسال. نحت مين؟ نحت الميه في الصخر، تمام كده، نقلته في حته ثانيه ورصبته. طب نتج عن التعريه المائيه ده ايه؟ قال لك اما، هقول لك كده، اما سهول فيضيه اما دلتاوات الانهار. نفس التعريف هقوله في الهوائيه، نحت، نقل، ارسال. نحت مين؟ نحت الهواء، خدوا بالكم الكلمه دي، نحت مين؟ الهواء. واتنقل نحت الهواء فين؟ في الصخر، ونقلوا المفتتات دي ورسبها في مكان تاني. طب نتج عنه ايه؟ كثبان رمليه ومنخفضات، تمام. عندي اخر حاجه بقى ان هو نحت الايه؟ الجليد، تمام كده.
اخر جزء ايه يا شباب؟ هو نحت الايه برضو الجليد، نحت الجليد الايه اللي في الميه، ان هو بينحت وينقل ويرسب خلاص. فده كون لي بحيرات جليديه، فنحت الايه الجليد وده كون لي بحيرات جليديه. نقولها تاني، نحت الميه غير نحت الجليد. نحت الميه كون لي سهول فيضيه ودلتوات الانهار، سهل فيضي والدلتا بتاعت الانهار النهر، تعريه هوائيه. نحت الهواء، هواء في الصخور كون لي كثبان رمليه ومنخفضات. نحت الجليد بحيرات جليديه يا شباب. تمام، في عوامل تانية خارجيه بس دي مش علينا، بس هناخد بس ايه عناوينها. حاجه اسمها تجويه، حاجه اسمها تعريه للمياه او بواسطه المياه الجوفيه وبواسطه الايه البحريه، تعريه بحريه بس كده. دول مش يعني الجزئيه دي مش علينا تعريفها بالظبط ايه هي، بس نبقى عارفين العناوين. كده اخر جزئيه في المنهج واخر درس خلص، وكل سنه وانتم طيبين. وبرده ما زلت بقولها، اي حد محتاج اي حاجه مش مفهومه يسالني فيها يا شباب.